الثاني عرض متميز لجمهور ذواق. جاء الاقتراح للباتاكلون، قلنا ما نضيعوش الفرصة هذه ومشينا للباتاكلون وتقدم عرض من أحسن ما يكون بالنسبة للمكة الزكية مع بعض الإضافات كما شفتوا المكة الزكية، وذاك الميزة نتاع المسرح لأنه عمل متحرك مش كما التلفزة جامدة ولا السينما، العمل المسرحي هو عمل متحرك بالأساس، يعني يعيش مع الجمهور مع الرياكسيون نتاع البوبليك. Le roi du Woman Show, Lamin El Nahdi. شكرا ساعه قبل كل شيء على هذا الحضور المكثف. شكرا لاداره المهرجان اللي مكنتني من هالفرصة السعيدة هذه باش نتقابل مع هالوجوه النيرة. خليني حملت بك ربك خالي على خاطر وعدته. ها زكية سوعدت بالك يا ربي شراوي ما نفهمش الأمور هذي. عندي اسم الغيرة نتاعك لقيت معاها تفهمها الكلام. تعطيني سبيس يا رئيس. إيه كي تعطيني سبيس ما تاخذ عليها توزيع باش تكون عندك حجة. سامعني سيد الرئيس تفضل اذن روحك. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس حضرت المستشارين تو مركز ياخذ عليها توصيل اخي مرت اداره يا سيد الرئيس حيني تو هيك يا ما الشعور صادمه اطيح يا عمرك تطيح بهم المدار في الخطيب. قلت لي جمهور صفاقس انا نحب ياسر جمهور صفاقس. علاش؟ اولا وبذات مازال محافظ على التقاليد المسرحيه الحلوه، يعني كي تجي تدخل للعرض تشم ريحه البارفان والعبيد محلاهم وعاملين مكياج وحاطين الحطه والكرافات والباسي والنظافه اللي ما عادش موجوده هذه في الجمهور، موجود في بعض الاماكن ولكن عامه ما عادش موجوده. اللي يجيك في شورت يجيك مريول خلعه، اللي يجيك شعره مشبشب لي باردون في شوينغام اللي فما وسو حتى يدخلوا في الجعه معناتها لبعض العروض. صفاقس مازال محافظ على التراديسيون هذيك رغم الاطفال الرضع اللي معناتها الليله هو راهو الاطفال ما يقلقونيش يعني يقلقوا الجمهور. تصور معناتها واحد قاعد وبحذاه بيبي ما ينجمش حتى يركز مع العرض. ولكن يبقى جمهور صفاقس ديما جمهور محلاه. مرحبا بكم شرفتونا. محلاه العرض ومحلاكم محلى جمهور صفاقس. شكرا لهذا الحضور.